بسم الله ما شاء الله. ناس الخير وجوه الخير، خوتنا الجزائريين الجزائريات، ضيوفنا الكرام، مجموعة بيلي سوليداريتي نمبر 1، مرحبا بكم. احنا كاع البلديات على مستوى ولاية زوزو، بسم الله ما شاء الله. المجموعة الخيرية بيلي سوليداريتي درنا مشروع، عندنا 4 مشاريع خيرية. المشروع الأول عندنا بإذن الله تعالى تستفاد 600 عائلة من الألبسة المستعملة المقبولة، ونزيد نعاودها، مستعملة مقبولة. عندنا قفة رمضان، عندنا كسوة العيد، وعندنا ختان جماعي. بسم الله ما شاء الله، رانا تقريبا بخصوص ألبسة مستعملة، رانا تقريبا واحد 500 عائلة يستافدوا إن شاء الله. استفدت 196 عائلة يوم الخميس، مازلنا إن شاء الله عائلة أخرى راح تستافد. قفة رمضان بعد الساعة رانا 150 قفة، لحد الساعة 150 قفة، مازال نستناو ناس الخير 150 قفة واحدة أخرى. لحد الساعة عندنا قسم 200 عائلة يستفادوا من الحل. لحد الساعة مازال وجوه الخير، مازال ناس الخير. أتفضل يا مولاي إن شاء الله، والناس يعني إذا كيد شهداء ذات الغشي وذات ربي سبحانه عز وجل، بلينا مانا كتصول ريمولانيت. فان شاء الله نوضع لوبجيكتيف ان شاء الله 300 كفة ان شاء الله. صافي نتسناو الناس الخير ان شاء الله، ديري ان شاء الله الدمار ميدري من دماري ان شاء الله، ان شاء الله نوضع لوبجيكتيف ان شاء الله، ان شاء الله نفرح هذا الغاشي ان شاء الله.